عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل بيج 122 أو الاختبار التيست نمبر 5 أون يونيت 3 على الوحدة الثالثة. نبدأ بسم الله تعالى. نمبر 1 listen and write true or false، استمع واكتب صح أو خطأ. نمبر 1 there are many plants habitats، هناك العديد من مواطن النباتات، يبقى عندي true صحيح. سؤال نمبر 2 farmer they grow food for us to eat، الفلاحين او المزارعون يزرعون الطعام لنا لناكله، ترو صح. سؤال نمبر 3 there are many there are plants، يعني هناك نباتات ذات التي grow near rivers and lakes، التي تنمو بالقرب من الانهار والبحيرات، ترو. سؤال نمبر 4 lotus flower، زهرة اللوتس and reed والقصب grow بتنمو in the desert في الصحراء، خطأ طبعا، false. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C or D. The space land animal، حيوان in the طبعا ايه في الارض، يعني in the giraffe، عايز يقول يعني اطول حيوان على الارض بيكون الايه الزرافه. يبقى هنا صيغه تفضيل على طول، يبقى بستخدم على طول الصفه زائد اي اس تي، يبقى the tallest، اطول حيوان على الارض in the giraffe بتكون الزرافه، يبقى the tallest land animal animal in the giraffe، يعني أطول حيوان على الأرض بيكون إيه؟ بتكون الزرافة. سؤال نمبر 2 A daisy زهرة الإقحوان is taller، محتاج كلمة than، يبقى than then ثم the، ده التعريف there معناها هنا. الديزي الإقحوان is taller than a lotus flower، من زهرة اللوتس. نمبر 3 there is no much rain، لا يوجد المطر الكثير in the space habitat، في البيئة الإيه؟ الصحراوية اللي هي desert habitat. agricultural يعني البيئة الزراعية، river نهر lake بحيرة. سؤال نمبر 4 tomatoes have space inside، بالداخل الطماطم لديها ايه؟ لديها seeds، بذور، ودي الإجابة الصحيحة. يبقى أنا عندي هنا tomatoes have seeds، بذور، طبعا عندي stems دي معناها الجذوع، roots بذور، cells معناها خلايا، يبقى هنا tomatoes have seeds inside يعني الطماطم لديها بذور بالداخل. بعد كده عندي read and complete the text، نقرا ونكمل النص with the words in the box، طبعا بالكلمات اللي في الصندوق. water ماء، fruits فاكهة أو ثمار، farmer مزارع، we seeds بذور، tomatoes have seeds inside، طماطم لديها بذور بالداخل، we can take، ممكن ناخد ايه عشان نزرع طماطم جديدة، ناخد ايه؟ ناخد seeds البذور، we plant a seed، نحن نزرع بذرة، and ونعمل لها ايه كل يوم، يبقى water a water يعني بنرويها كل ايه يوم. the roots البذور grow بتنمو under the soil اسفل التربه، the plant grows النبات ينمو، flowers زهور and the flowers زهور become بتصبح tomato ايه بقى ثمار، في ايه طماطم بيبقى fruits. اكيد التوصيل papyrus grows، يبقى هنا عندي زهر ورق البردي او البردي، ورق البردي ينمو فين؟ in the Nile Delta near the river، بالقرب في دلتا النيل، بالقرب من نهر النيل، يبقى الإجابة عندي دي. How do we grow؟ How do we grow؟ كيف نزرع؟ ده سؤال طبعا. new tomatoes يعني طماطم جديدة، ده سؤال. We water، نحن نروي إيه بقى؟ نروي إيه بقى؟ plant every day، نبات كل يوم، يبقى الإجابة عندي إيه؟ plants نباتات near rivers، بالقرب من النهر، بتحتاج الإيه؟ الكثير من الماء، يبقى عندي a lot of water. بعد كده عندي بيج 123 123 read the text، اقرا النص and answer the question، واجب على الاسئله. Papyrus is a very special plant، بنبات مميز جدا. It's famous because ancient Egyptians used papyrus to make paper، مشهور جدا لانه طبعا قدماء المصريين used papers papyrus عذرا استخدموا الورق البردي to make لصناعه الايه البيبر، ورق. They also كمان made the sandals، السنه والصنادل، basket والسلال from papyrus من ورق البردي. Papyrus أو papyrus needs a lot of water، يحتاج الكثير من الماء، and warm weather، وطقس إيه دافئ، to grow quickly، كي ينمو بسرعة. It grows بينمو in the Nile Delta، في دلتا النيل، نير بالقربة من نهر إيه؟ The river نهر النيل. Choose the correct answer. عندي ancient Egyptians القدماء المصريين used papyrus to make، عشان يعملوا إيه بقى؟ يصنعوا الورق. Rollers اللي هي المساطر، و pencils الأقلام اللي هي الرصاص، food طعام. يبقى عندي ancient Egyptian used papyrus to make paper، لصناعة ورق. number 2 papyrus grows near the، قرب من نهر النيل، desert صحراء، فرن مزرعة، for استجابة. answer the following question، أجيب على الأسئلة التالية، بقول لي why is papyrus famous، ليه papyrus مشهور؟ هنقول
هشيل الوقت على طول. يبقى هنعلم على الاجابه من الايه، من القطع. يبقى انا عندي وقف مشهور ليه اهو، اتس فيموس بيكوز ancient Egyptians، القدماء المصريين، used papyrus to make paper، طبعا لانه كانوا يستخدموه لصناعه الورق. السؤال الرابع، summarize، لخص text in one sentence، في جمله واحده. هنقول ان النبات اللي يبقى هنقول papyrus، ورق البردي، is a very special plant، يعني نبات مميز جدا. بعد كده الترتيب reorder، هنبدا الاول بعدات استفهام، بعدات استفهام اهو، فعل مساعد is، وبعد كده the، وبعد كده عندي most، بعد most محتاج الصفة طويلة المقطع، what is the، what is the most beautiful plant أو flower، عذرا، ما هي أكثر ظهرة جمالا، أكثر ما طبعا ما هي أكثر ظهرة جمالا. يبقى الحتة دي تاني، عذرا، أداة استفهام فعل مساعد، وهنا عندي طبعا بصيغة التفضيل، سؤال في صيغة التفضيل، what is، what is the، what is the most beautiful flower، ما هي أكثر إيه ظهرة جمالا، أو ما هي أجمل إيه زهرة. بعد كده عندي نبدأ الأول the roots، الجذور، roots، الجذور، الجذور دي انظمها، دي عندي الفاعل، جذور ايه بقى، grow، تنمو، تنمو ايه، under، يعني اسفل، the soil، اسفل التربة، the roots grow under the soil، الجذور تنمو اسفل التربة. بعد كده نبدأ الاول دي صيغة مقارنة بين الكات وبين الايه وبين عندي الفوكس، يبقى a fox، الثعلب، ثعلب مفرد يبقى is، وبعدين عندي الصفة قصيرة المقطع يبقى a fox is carrier، وبعدين كلمة than، وبعدين الحيوان الثاني اللي هو ايه a cat، يبقى الثعلب يكون أكثر إخافة than من القطة، a fox is، أو a fox is scarier than a cat، بيكون أكثر إخافة من الإيه؟ القطة. بعد كده البنك تويت the following W capital we question A what which plant is the tallest، أي نبات بيكون الأطول على الإطلاق. بعد كده عندي number 8 write a paragraph about 20 أو 24 24 words، كلمة يعني، using باستخدام the following guiding elements، باستخدام العناصر المساعدة، ومديني طبعا العنوان بيقول إيه agricultural habitat، يعني البيئة الإيه، البيئة الزراعية، guiding elements عناصر مساعدة، where do farmers work، أين يعمل المزارعين، which plants، أي نبات grows بينمو in the agricultural habitat، يعني أي نبات بينمو في البيئة الزراعية. هنقول طبعا المزارعين بيشتغلوا في الإيه، البيئة الزراعية. يبقى عندي farmers، المزارعين، فعل عندي work، يعملوا in an agricultural habitat، في البيئة الزراعية. The farmers work in an agricultural habitat، يبقى المزارعين أو الفلاحين بيعملون في البيئة الإيه؟ في البيئة الزراعية. كمان هتكلم عن إن هم بيعتنوا بالأشجار، يبقى they هم look after the trees، طبعا هم بيعتنوا بالايه، بالاشجار. كمان هنقول ان هم بيزرعوا النباتات، they grow، هم بيزرعوا، الفاعل والفعل، grow يزرع، المفعول عندي plants، نباتات، زرعوا النباتات للايه بقى، يبقى they grow plants، هم بيزرعوا نباتات، like مثل، like مثل الايه بقى عندي، bean plants، نباتات الفول او نبات الفول، and وكمان وليكن orange trees،
وأشجار البرتقال. يبقى تاني they grow plants like bean plants نبات الفول and orange trees وكمان الأشجار الإيه البرتقال. هتكلم وأقول عنهم إن هما بيبيعوا بعض البرتقال في السوبر ماركت، يبقى هما they أدي الفاعل. بعد كده عندي الفعل عندي sell بمعنى يبيع، يبيع بعض طبعا some oranges بعض البرتقال to لمين للسوبر ماركت ده سوبر ماركت في السوق. كمان ممكن نقول people الناس أدي الفاعل، فعل عندي need يحتاج أو تحتاج these هذه النباتات يبقى plants to لكي ايه طبعا تأكل. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى رب الفيديو نال إعجابكم وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.